البرنامج الداني في الأمثلة المحلولة هو عبارة عن برنامج لحساب مضروب الرقم، فلو الرقم دوت بالصفر المضروب بتاعه بواحد، لو الرقم أكبر من الصفر بنحسبه بقانون المضروب، اللي هو بيبقى ان ان ناقص واحد ان ناقص اتنين، يعني لو خمسة خمسة في أربعة في تلاتة في اتنين في واحد. هنيجي هنا نفتح برنامج جديد، بروجرام فاكت، ونقولهم بليس نان، وأعرف 3 متغيرات اف و اي و ان من النوع انتجر. طبعا المضروب بيتحسب للأرقام الصحيحة، متحسبش الأرقام كسر. هقول له انتر a number to calculate its factorial، دخل الرقم اللي انت عايز تحسب له المضروب. هقول له read n، ده الرقم اللي هيدخله هو n. هقول له if n يساوي 0 print factorial of n يساوي 1، لو ال n دي بتساوي 0 اطبع له ان الفاكتوريال بتاعه بيساوي ايه، 1، المضروب بتاعه بيساوي 1. طب لو ان اكبر من 0 هنعمل ايه؟ هقول له الاول اف بتساوي 2، هاخد بقى الان دي اخزنها في اف، وبعد كده اقول له افتح دو لوب، اقول له دو اي بتساوي 1 لان ناقص 1. العداد بتاعي اي بيبدأ من 1 لان ناقص 1، يعني لو انا الرقم بتاعي 5 يبقى العداد من 1 ل 4. ليه؟ هنعرف دلوقتي. هقول له بعد كده الاف بتساوي اي في اف، يعني ايه؟ الاف الجديده بتساوي الاف القديمه في اي، يعني انا الاول فوق، لو اعتبرنا ان المستخدم دخل ان بخمسه يبقى الاف دي بتاعتي بخمسه، القديمه دي بخمسه، الاف الجديده هتساوي 1 في 5. بعد كده يرجع أصبح الإف فيها 5، أي باتنين يبقى 2 في 5 ب10، يبقى الإف الجديدة أصبحت ب10. أي ب3 يبقى الإف الجديدة بتساوي 3 في الإف القديم اللي هي ب10، يبقى 3 في 10 ب30، وهكذا لحد ما نوصل لآخر اي اللي هي ب4. يبقى الاف القديمة الاف الجديدة بتساوي اي في الاف القديم، فيطلع معانا الاف الجديدة وتنتهي الاند لوب دو لوب. واجي بعد كده اقول له print the factorial of n بيساوي f، القيمة المتخزنة في f اللي هي اخر قيمة اتخزنت في f، وبعد كده اقول له pass in the program fact. يبقى كده البرنامج بتاعي انتهى بصورة سليمة، وأقدر تحسب الفاكتوريال لأي رقم أنا عايزه.